عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هاني صحيحه لاباس؟ كي صبحتوا؟ هاني عندكم اليوم جمعه مباركه، دخل علينا بالرزق. ولهنا غادي نشارك معكم اليوم الكسكسو ديالنا ديال الجمعه. كسكسو بسيط جدا، كنتمنى يعجبكم ان شاء الله وتجربوه. شنو كديري فيه؟ شنو هما المقادير؟ غادي نبداو باللحم، هو الاول غنديروا اللحم هو الاول. كنديروا خلاص في بريمة، ونديروا البصله. شحال ديال البصله؟ تقريبا بصله واحده، بصله كبيره اولا جوج. هنايا شنو عندنا التوابل؟ العطريه كنديروا معلقه ديال الخرقوم، معلقه ديال السكنجبير، معلقه ديال الابزار، معلقه ديال الملحه. وهنايا عندنا الخضيره ديالنا، وحزمه ديال المعدنوس. الا ما كانش كنديروا غير، انا ما عنديش، غندير معلقه تقريبا من هذا ديال المعدنوس مقطع، معدنوس وقزبر خص تكون حزمه. الا ما كانش كديري عندي انا غير مقطع، داكشي اللي متوفر عندك. وهنايا جوج مطيشات مشكوكين كنديرهم في الاول، وفي التالي كنزيد عاود شويه مطيشه. هنا الحمص كنصبقوه هو الاول مع اللحم، يا مرطبه هاد واش كنديروا تقريبا زليفه هكا صغيره. هنا كنديروا كاس ديال الزيت، ما بين الزيت البلديه والزيت الروميه، كاس يعني نص كاس ديال البلديه ونص كاس ديال الروميه العادي. صافي. وهنايا عندنا البنات الخضره، عندنا القرعه، عندنا هنايا البطاطا، عندنا اللفت اللفت البيضه والاخرى الفيته الصفراء. كل شنو كيبغي في الكسكسو؟ الخضره، كاين اللي كتعجبو الخضره، وكاين اللي كتعجبو غير البطاطا بحالي انا، كاع ما تناكل الخضره غير البطاطا كناكل حتى حاجه من هذا الشيء، كناكل غير البطاطا بوحدها. هنا من بعد ما تشحر اللحم كنزيد ديك البصله والعطريه، كنزيدو الماء، كنزيدو تقريبا داكشي اللي غادي يكفى ديال الماء يكون طيب، كنخليوها طيب وكنمشيو للكسكسو ديالنا. باش كنديرو معاه شوية الزيت مع الكسكسو، كاين اللي كيغسلو وكاين اللي كيدير الزيت. هنا التحويرة الأولى كنديرو لها الزيت، غير الزيت، حتى كيفور تفويرة تانية عاد كنحيدو وكنشربو بالماء. هنا غنديرو التفويرة الأولى، نديرو بعدا التفويرة الأولى. هاد البريمه صغيرة درناها على قدنا صغيرة، درنا فيها النساء داكشي اللي غيكفانا. دابا هادي التفويرة الأولى، هنا كنلوحو المكور أو اللفت وخيزو البطاطا، وكنخليو القرعات بجوج حتى الاخر دغيا القرعات طيب غنخليوها حتى الاخر. هنا ملي حيدنا الكسكسو فاش طاب التفويره الاولى بالزيت غنشربوه شويه بالماء باش نعاودو ليه التفويره الثانيه.
راه كلشي كيعرف يصاوب الكسكسو تبارك الله. ها كنوريكم الطريقه ديالنا حنا، كنخليوه يشرب شويه عاد نعاودو ليه التفويره الثانيه. هنا ملي بداو دوك الفتات كيطيبو كنزيدو قريعات بجوج، قرعه حمراء وقرعه خضراء، عاد باش نديرو تفويره ثانيه. نزيدو شويه الملح، دابا ملي بدات الخضره كطيب زدنا شويه القرعه باش نمشيو نديرو التفويره الثانيه. هنا غادي نديروه يطيب عاوتاني مره اخرى، هذه التفويره الثانيه. انا غادي نحلو التفويره الثانيه، راه سخون سخون البنات سخون بزاف، غادي نحلوه وغادي نشربوه عاوتاني باش باش نديروه يطيب عاوتاني المره الثالثه. نشربوه من حتى سخون. زاد تضعف، كان قليل و ملي كتشربيه هو تيزيد في الحجم، هو تيزيد. وهذا الكسكسو ديالنا مع شويه اللبن، داك اللبن بارد ما شهيتكم. ايوا بالصحه والراحه وبصحتنا حتى حنا، نتمنى تجربوه الى عجبكم جربوه في ديوركم وحتى الفيديو اخر ان شاء الله. الله يحفظكم.